اتفضل استاذ شوقي. يمكن اداره نادي الزمالك في الوقت الحالي بعد ما قدرت ان هي تجدد عقود اللعيبه، برضه في انديه بتحاول تبص على لعيبه الزمالك وتحاول تبص عليها وتحاول تجيب لها عروض. يمكن من ابرز اللعيبه دي هو طبعا محمود الونش اللي بعد تالقه في اولمبياد طوكيو في عرض جه لنادي الزمالك او حديث من اداره نادي اهلي جده السعودي عشان محمود الونش، وقالوا للزمالك شوفوا انتوا عايزين ايه، يعني الموضوع مفتوح والله. يعني وتحديدا محمود الونش هم شايفين ما شاء الله عليه عامل فتره كويسه جدا، شوفوا عايزين كام. شايفوا عايزين كام. رد الزمالك اللاعب مش للبيع. رد رسمي؟ رسمي. متاكد؟ فاكس؟ لا، الكلام كله كان تليفون. كلام كله تليفون. لان هو الاول حب يستطلع راي الزمالك قبل ما يبعتوا الفاكس او الميل. مش قال له لا، احنا كل تركيزنا نكمل مع الفرقه ونحافظ على الفرقه. بالعكس هو عايزين، بقول لك ايه، الزمالك يفكر في الموسم الجديد ازاي يدعم الفريق في ان هو يكمل زي ما بيقولوا السنه دي والكلام ده كله. فبلغوا، وطبعا الونش عن نفسه الراجل قال لك يعني السعودي، والراجل ما يعني ساومش الزمالك، بالعكس قال ان الزمالك انا معاكم وجدد. فبناء عليه الزمالك رافض تماما فكره الاستغناء عن الونش لنادي اهلي جده.